チェソング振り切ってクロスを入れます。エドワールドのヘディングでクリアのディフェンスです。トス岡田、その後変わる岡田が決めるか。チョン・ソンミョン素晴らしいセーブですね。フリメイナ、ここはチェソングディフェンスに当たります。そして鎌田、鎌田か、あちょっと練習なんですが、この開幕に非常にこだわりを持っているんですよね、ええ、去年途中で怪我で離脱をして悔しい気持ちでシーズンを終えたと、みんなが J1 に上げてくれたので J1 貢献したいと、こういう展開前が空くので好きなこと欲しい、時間を使えってことなんでしょうけど、今度はトスボールになってくる。ここはファー塩谷ミキッチかわしに行きますが、ミキッチここでボールを失いたくないですよね、トスは。伊崎和幸、ミキッチに入る、ミキッチ、ああここはしかし年読んでいたか、ボールを奪う塩谷、いや素晴らしい、すまだプレーは切れないという状況で吉田、うん、うまくコントロールする吉田、今度は藤田、محاولة ثورية ومرور لكن الدفاع بيطلع ست دقائق حلوين ست دقائق ممكن يكون فيها هدفين ليش ممكن ما في لم نشاهده يضغط الآن ولكن ربما ننتظر الدقائق الآن محاولة للمنتخب العماني ولكن أيضا مع تغطية دفاعية كورية جنوبية حاضرة كرة تصل في الجهة اليمنى انطلاق الآن تأتي ولدينا نذير المسكري كذلك وراء إبراهيم كرة تنفذ الجهة اليمنى عرضية تمشي عالية هذه الكرة والرأسية بعد ذلك تأتي ولكنها مقطوعة من دفاعة المنتخب الكوري الجنوبي تسديدة عمانية ولكنها مقطوعة من جديد هذه الكرة لكوريا الجنوبية فرصة للمنتخب العماني تضيع تعود الكرة من جديد ترسل عالية طويلة داخل منطقة جزاء هنا التقدم المحاولة ولكن سقوط لمدافع المنتخب الكوري الجنوبي والسيد مانينغ وخطب العبة سريعة لصالح المنتخب الكوري الجهة اليمنى من جديد الجهة اليمنى هي الأخر خطورة وفرصة الهدف الأول تضيع أمام الشباك الميمارية إذا العرضيات هي مصدر شاهدوا حتى الآن باعتبار أنه يعني دائما تحت الضغط ودائما مرماه عرضة للخطورة وللفرص الخطرة لاحظ خمس محاولات كورية حتى الآن في ظرف ربع ساعة كرة جديدة المحاولة السادسة أن تكون في الشباك إنما العرضية تمر من الجميع تأهل يدور الثمانية طبعا كرة لصالح منتخب ميانمار الآن شينكويا هي من شينكويا لكنها مقطوعة وصافرة تشير إلى وجود تسلل أيضا من جانب منتخب ميانمار لم نشاهد أي شيء لمنتخب ميانمار يذكر في هذا اللقاء لم نشاهد أي شيء يذكر لمنتخب ميانمار في هذا اللقاء ترجمة